ضمن صناديق اقتراح داخل مخزن المخازن الساقطة. صناديق اقتراح تاعت مجلس النواب مش مفتوحات بالكامل، كل الصناديق مش مفتوحات، يعني الصوت مش مستعملة. الشعب الليبي اللي صوت كل شخص رأى أنه هو مناسب أصوات كان مستعملة مش بكي. إذا كان أصوات الليبيين بالكامل قاعد في مخزن هنا في مخازن أحد مخازن الساقطة، معناتها من اللي أدلى بصوته لمجلس النواب؟ من اللي أعطاه مجلس النواب أصوات؟ إذن أصوات الليبيين بالكامل قاعد هنا.